طبعا اكس راي 90% ممكن يكون عن او حتى مرات توصل الى 100% ممكن تتحدد نوعية الورم بدون ما تسوي اي فحوصات ثانية. بس ان اكتشاف ان عملية قراءة الاشعة هاي وايد مهمة. وين المكان؟ وين الورم؟ طبيعته شنو؟ هل هو بس في العظم؟ هل هو شوي خارج العظم؟ هو في منتصف العظم؟ وين مكانه؟ هني ممكن احنا نعرف ان هاي ورم حميد. وحتى مرات احنا نقول حق المريض خلاص دونت يعني لا تخاف، هاي بحسب الاشعه، بس بالاشعه ان هذه ورم حميد وما يحتاج اي شيء. بعدين للعلاج او لعمل علاج ممكن احنا نستعين بالاشعه المقطعيه، واحيانا نستعين بالاشعه الرنين المغناطيسي عشان نحدد شلون طريقه علاجه وشنو بالضبط تحديد نوعية المادة الموجودة وشنو تأثيرها على العظم أو الأنسيج المحاط فيها.